اجدع سعد الصغير راجل في مصر. الراجل ده ما فيش اي حاجه تربطني ان هو يتملق لي. ده كان قاعد قدام المحكمه على الارض ما قامش التلات ايام. الازمه دي بينت لك ناس يا الراجل ده عملت لك فلتر بقى، بقول لك غربلت لك وفلترت لك الدنيا. الراجل ده لو طلب مني اي حاجه في الدنيا هعملها له لوقفته جنبي بجد، اللي هي بلا معنى. يعني اكيد انا مش هغني معايا مثلا ولا اي حاجه. ابن البلد الجدع قوي 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 بجد.